وبخصوص تسهيل مساط القنصلية والإدارية لفائدة مغاربة العالم، نتابع النموذج من مدينة رين الفرنسية مع نجوى البراق القنصل العام للمملكة برين. احنا عندنا هنا في غان من بعد القرار الملكي الحمد لله كاين بزاف ديال المغاربه اللي كيجيو باش يصوبوا البطائق ديالهم الوطنيه والباسبورات ومجموعه من المعاملات الاداريه اللي كتمشي من وثائق ديال العدول ولا ليغاليزاسيون ديال بعض الوثائق الاداريه ديالهم الخاصه بهم. الاجواء في حقيقه رغم ان كاين الضغط لان الناس كيجيو بزاف، ولكن الحمد لله كل شيء فرحان. ويعني بتعليمات من الوزارة قررنا أن نفتحوا أيام السبت والأحد، وهادشي كنعلموا به الناس باش نقدروا نلحقوا على جميع الطلبات اللي كيبغيوها المواطنين، والاغلبيه البطائق الوطنيه وجوازات السفر. اللي كيسعدنا اكثر هو ان بزاف ديال العائلات اللي كانوا مسجلينش وليداتهم هذا بداو كيسجلوهم دابا يجيو، فكنشوفوا بزاف ديال الوليدات فرحانين باش تكون عندهم بطاقه وطنيه. كنحاولوا نخلقوا معاهم حتى اجواء ديال الفرح وكنشرحوا لهم، يعني ما كيجيش الانسان كيجي غير باش يدير معامله اداريه، ولكن كاين ان اكومبانيومون بيداغوجيك باش كيفهموا حتى هذه المعامله الاداريه علاش كتصلح ولاش خصهم تكون عندهم.